السلام عليكم وتحية لكم دائما من كازابلانكا ومن مشروع قطب المالي. انا كنشوفو جانب من الطريق اللي تحلات اللي جاي من بومبوا اللي حدا الشيخ خليفة. شتيوا تبارك الله اليوم في مدينة الدار البيضاء. دونك هنا حلو جوج المنافذ، جوج طرقات جداد اللي هما هاد الطريقه هادي اللي كتدي للولفة، وكاين واحد الطريقه اخرى اللي اللي ولات كتخرج للطرق الجديده على لافاك اللي كدوز على اليمين حتى هي. وهاد الطرقه هادو دابا بداو كينفسوا حركه السير. هاد الرافعه الزرقاء اللي كتشوفوا هي خدامه في اضخم مشروع حاليا دابا كاين في القطب المالي، ولا هو مشروع ميدان واللي غيكون فيه تقريبا 35 طابق بناية زجاجية جات في هذه المنطقة. هذا هو الشارع الرئيسي ديال المال والأعمال اللي فيه، اللي غيكونوا فيه الشركات الكبرى واللي غيكونوا فيه المكاتب. كما كنشوفوا مازال خدامين هنايا في تهيئة الأساس. كما قلنا غادا تكون هي واحدة من أكبر البنايات اللي غتكون في هاد المنطقة. جو تبارك الله زوين، اشتواء خير موجود الحمد لله، الله يجعلها نافعة وعامة على البلاد. كانت هذه لقطة جديدة من قطب المالي باش نعلمكم بهاد الطريق اللي تحلات جديدة وهاد الطريق اللي غادا تنفذ اللي غادا تنفس الناس اللي كيبغيو يمشيو لحي الألفة واللي كانوا كيخصهم ضروري يدوزوا من طرف واحد اخرى واللي كيكون فيها الزحام. شارع ام ربيع اللي كان كيكون فيه الزحام ودابا راه ولات هاد الطريقه هادي كتعاون شويه في حركه السير. وكما شفنا المشروع اللي غيكون ميدان كما قلنا اللي فيه 35 طبقه واللي غادي يكون فيه هو عباره عن بنيه زجاجيه وفيه مكاتب، ومازال هناك مشاريع اخرى في هذه المنطقه. نتمنى الخير والبركه والتيسير وتحيه لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.